عرفت برضو بيقولوا لي دلوقتي ان الاتحاد المصري بيحاول ان هو، او قولوا لي يا جماعه الاتحاد المصري عمل ايه. الاتحاد المصري قال هنرفض القرار ده لانه، وهنبعت للكاف تاني وهنخاطب عشان نساند الاهلي ان هو يلعب على ملعب محايد، وان هذه المباراه يوم 30 مايو تتعارض مع مباراه، اول مباراه لنا في تصفيات امم افريقيا امام غينيا يوم 2 يونيو. لكن هو ممكن في الاتحاد الافريقي ياجلها لك ليوم 4، ما فيش مشكله، ما عندوش مشكله يعني. فده موقف رائع من اتحاد كره القدم الحقيقه، الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. موقف جيد من اتحاد كره القدم ان يتم مسانده النادي الاهلي. عارفين ليه يتم مسانده النادي الاهلي؟ لان المنطق بيقول كده. ما فيش منطق بيقول ان انا ادي لدوله، حتى لو كانت مصر، ما ينفعش ادي لمصر السنه دي دوري ابطال افريقيا، والسنه الجايه دوري ابطال افريقيا، والسنه اللي بعدها دوري ابطال افريقيا، والسنتين اللي قبلهم الكونفدراليه. هو في ايه؟ هو في ايه؟ 54 دوله في افريقيا، مفيش غير المغرب اللي بتعرف تنظم، او هي اللي بتنظم سنتين متتاليتين، وقبلهم كونفدراليه. انا متاكد ان المغرب عندها قاعده جماهيريه و تنظيميه رائعه جدا، وناس على دماغنا من فوق، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر. ولكن انا بتكلم حتى لو على مصر، انا اهو عشان بس ما العالم كله اتفرج لما نظمنا بطوله افريقيا كانت مصر عامله ازاي. ولكن برضو نفس الكلام، هو يعني لو مصر نظمت هنا وهنا، عندما تريد ان انت تلحق حاجه زي ما حصل في بطوله افريقيا، مش اللي فاتت دي، اللي قبلها اللي كانت في الكاميرون، والكاميرون ما كانتش جاهزه، الكاف اتزنق بمعنى اتزنق. عمل ايه؟ راح لمصر قال لهم، قالوا له اتفضل طبعا، ده احنا كبير افريقي. هو ده الفارق اللي انا بتكلم فيه. في اربع شهور فقط العالم كله اتكلم على تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه في ذلك الوقت في 2019 للجزائر، خدتها. طب يعني ايه المطلوب تاني غير ان احنا يكون عندنا منطق وعداله في الحكم على اي شيء؟ من فضل حضراتكم العداله واجبه، وزي ما قلت لحضراتكم كل جمهور النادي الاهلي اللي وصل 600 الف تويتر ولا 700 الف تويتر اللي موجودين دلوقتي على تويتر، تقدر تخش تشوف الترند اللي موجود رقم واحد على تويتر، هو ده بيقول ان كل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره الافريقيه، مش بس جمهور الاهلي، لانه هو شيء غير منطقي. احنا بنتكلم في حاجه غير منطقيه وبعيده عن المنطق.